هيوقفوك هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك خليك دايما جامد. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنروح نقبض اول قبض للقناه. يلا بقى تعالوا معايا وهقول لكم بنقبض كام، وهناخد بقى المشوار كله كده مع بعض. ان شاء الله تكون فتحه خير على كل القنوات الجديده، وهنخلي كله عنده امل. وهقول لكم عملت ايه وقبضت خلال كام شهر، بس خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوني وانا رايحه اقبض من الصرافه، وهقول لكم على كل التفاصيل وهصور لكم كل حاجه. يلا بقى ما تنسوش اللايك الكمين وتابعوني. انا هنا كده يا بنات نزلت بقى وهركب بقى، وركبت طبعا لازم تلبسي الكمامه ومعاكي الكحول بتاعك وكل حاجه، يعني امني نفسك قبل ما تنزلي. الجو كان حر شويه بس مش مشكله، الحمد لله وصلنا للصرافه وكانت زحمه شويه، خدنا رقم وقعدت قدام الصرافه يعني لغايه ما جه رقمي، والحمد لله اللهم بارك قبضت وكل حاجه الحمد لله. هقول لك على كل الحاجه، افضلي معايا لاخر الفيديو، في مفاجآت حلوه كتيره باذن الله هتستفيدوا، بس انتظروني لاخر الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم يا اجمل ناس في الدنيا ويا اجدع ناس في الدنيا، بحبكم جدا جدا جدا. قبل ما نبدا بقى الفيديو بتاعنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا سريعا. طبعا انتوا عرفتوا من عنوان الفيديو اللي انا هتكلم فيه، تمام؟ النهارده انا بفضل الله ويا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، تعب شهور كتيره وحاجات كتيره حصلت لي ما اتعلمتش ببلاش، اليوتيوب بيعلم، والنجاح على اليوتيوب عشان تعرفي تثبتي نفسك صعب، يعني صعب بس مش مستحيل اهو، والدليل اهو اهو يا بنات. انا قبضت قبض اليوتيوب بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. هقول لكم على كل حاجه، وهقول لكم قبضت كام بالظبط، وهقول لكم على كل حاجه، والكلام اللي هقوله ما سمعتوش من اي يوتيوبر قبل كده، تمام؟ اول حاجه انا احب اشكركم والفضل لله ثم ليكم، انتوا اجدع واجمل عيله في الدنيا كلها. طبعا انا شكرتكم كتير، مش عايزه اطول الفيديو في كده، بس انا والله مش محضره كلام اقوله، مش محضره كلام، انتوا اخواتي. وفي يوتيوبر كتار جدا قالوا لي ما ينفعش تطلعي تقولي انت قبضتي كام وما ينفعش تقولي والكلام ده، ولكن انا انتوا اخواتي وانتوا اصحاب الفضل، وانا قلت لهم لا هقول، انتوا اصحاب الفضل، انتوا اصحاب الفضل في المبلغ اللي وصل لي ده. عايزه اقول لكم حاجه، المبلغ مش كبير قوي جدا، يعني عشان برضو يبقى الكلام برضو ماشي، المبلغ مش كبير ولكن فرحه، يعني فرحانه جدا. يعني هو ايه ده، وانت قبل كده ما مسكتيش فلوس كده في ايدك؟ لا طبعا، الحمد لله اللهم لك الحمد، مسكت فلوس كتير، وانا الحمد لله مش محتاجه حاجه، والحمد لله جوزي مكفيني وزياده الحمد لله اللهم لك الحمد، وياما مسكت فلوس كتير جدا اكبر من المبلغ ده اضعاف 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 والحمد لله يعني، ولكن ده مجهودي الخاص. عمري في حياتي ما اشتغلت بجد، عمري في حياتي ما اشتغلت، عمري في حياتي ما كان عندي طموح، بس انا من خلال الفيديو ده بحب اقول لكل واحده قاعده في البيت ومش حابه ان انت تشتغلي بره، او لظروف الحياه، عشان خاطر اولادك، وعشان خاطر انت مثلا اولادك مثلا معاكي اطفال صغيره مش هينفع تشتغلي بره، مش هتعرفي تحققي ذاتك بره، ممكن تعملي قناه على اليوتيوب بتكسب، القناه بتكسب، فيها تعب، طبعا فيها تعب. ايه الشغل اللي ما فيهوش تعب؟ ايه الشغل اللي ما فيهوش تحديات؟ ايه الشغل اللي ما فيهوش ان انت تتحدي نفسك وتتحدي بيتك وتبقي مش مقصره في اي حاجه؟ ايه 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 الشغل بقى ده، حد يقول لي عليه وانا اروح اشتغله؟ طبعا كل تعب، كل شغل فيه تعب، ولكل مجتهد نصيب، ربنا اللي قال كده، اجتهدي ربنا هيديكي. وكل قناه صغيره يأست او بتفكر ان هي تقفل القناه، لا ما تقفليش القناه. انا ياما يأست بس في الاخر وصلت. ليه؟ لاني انا عندي حسن ظن في الله اول حاجه، وتاني حاجه عندي ثقه في نفسي، او انا حاسه ان انا مثلا عندي كاريزما، او حاسه اني عندي قبول، او حاسه ان انتوا حابيني لو احساسي صح يعني، فبفضل الله وصلت. انتوا برضو لو انتوا حابين تعملوا قناه، يعني من الاخر انا حابه اشجع كل قناه لسه بادئه، او لسه قناه، كل قناه لسه ما حققتش الشروط، وهيقولوا لك على ما توصلي ال $10 عشان يوصل لك البون كود، لا كتير وكده، لا خلي عندك اصرار،
خلي عندك اصرار. مش بينجح اللي هو اللي ما عندوش اصرار، ما بينجحش، ما بينجحش والله. لازم يبقى عندك اصرار وتحدي. ايه ده؟ طب ما انا بعمل مثلا ايه، انا فاتحه قناتي قناه طبخ، بعمل مثلا مكرونه بشاميل وكل اليوتيوب بيعمل مكرونه، ما يمكن يحبوها منك انت، ويمكن انت اللي توصلي لهم. بس هي دي الكلمتين اللي انا كنت عايزه اقولهم سريعا، عشان بس ما حدش يقول لي بتطولي الفيديو في كلام ملوش لازمه. اول حاجه انا بط الحمد لله ده تعب. بصوا يا بنات، ده المبلغ اللي انا خدته ده تعب سنه ونص، ده اول قبض ليا تعب سنه ونص، تمام. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتب لي بقى وابقى زي اليوتيوبر اللي بيقبضوا كل شهر بقى والكلام ده. همتكم معانا، ويا ريت بقى تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتدلعوني الحاجات الحلوه دي، تمام يا بنات. ده القبض اهو، تمام. تاني حاجه ده انا رحت وستر يونيون، وهي دي صرافه يعني بيوصل لك عن طريقها المبلغ، تمام. وستر يونيو بقى دي حسب كل مكان انت ساكنه فين. طبعا يعني هي موجوده في جميع المحافظات عشان ما حدش يعني يسالني، او البنك العربي الافريقي يعني هتقبضي من هنا او من هنا، تمام. هيوصلك رساله اول ما تكملي 100 دولار فيما فوق، يعني 100 دولار 200 دولار 500 دولار 1000 دولار تقبضي فيما فوق ال 100 دولار. تحت ال 100 دولار مش هتقبضي، يعني انت لو في الشهر عملتي 99 دولار و 88 سنت مش هتقبضي، 100 دولار هتقبضي، 101 تقبضي فيما فوق. بس عشان ايه تبقوا فاهمين، اول حاجه بيدوك استماره زي دي اهي، اهي واضحه معايا. انا برضو بقى انزلها لكم يعني صوره سكرين. دي البيانات اللي بتكتبيها، بس بتكتبيها بالبيانات كلها اللي في البطاقه، رقم بطاقتك ورقم الحواله اللي جات لك. هم بيبعتوا لك لما بتجيب ال 100 دولار فيما فوق بيبعتوا لك رقم سري، ده ما ينفعش اي حد يطلع عليه. بتاخديه وبتحطيه في هنا، وبتكتبي اسمك وبتكتبي عنوانك ورقم تليفونك والتليفون الارضي والبلد اللي بعتلك الحواله واسم المرسل اللي بعتلك الحواله. اسم المرسل، عشان انا اتلخبطت هناك ما كنتش عارفه يعني ايه اسم المرسل، هو اسم المرسل جوجل ادسنس، هتكتبي جوجل ادسنس. والبلد بيتهيألي ايرلندا، انا مش عارفه انطقها يعني، بس يعني نستحمل بعض، نستحمل بعض عشان الفرحه وصلحان. نستحمل بعض بس كده، هو ده كل الحوار. الحوار مش كبير يعني ولا حاجه، خلي عندك حسن الظن في الله، اتعبي على قناتك، ولكل مجتهد نصيب. كل يوم نزلي فيديو واثنين وثلاثه، غيري في المحتوى، تمام، وباذن الله هتوصلي. مفيش حد بيصبر وبيحتسب اجره عند الله الا وربنا بيديله، يعني انت اصبري ربنا هيديله. بالنسبه بقى لجوزي والمبلغ اللي انا خدته ده، بالنسبه له طبعا بسيط جدا. قال لي ايه ده، ده تعب سنه ونص، ايه ده انا بصرفهم عليكم في شهر. قلت له مش مشكله، المشكله مش في الفلوس، مش في قيمه الفلوس، الفرحه والبهجه وكل حاجه، ان انا اللي تعبت في الفلوس دي. راح قلت له خلاص انا الفلوس دي اول حاجه هعمل اول حاجه هعملها بالفلوس دي ان انا اطلع منها جزء لله، لان ده فضل الله عليا. لو ما عملتش كده يبقى انا ما استاهلش المبلغ ده. يبقى اول حاجه هنطلع لاي يوتيوبر بقى رايحه تقبض وحابه تسمع، اول حاجه طلعي حاجه لله. تاني حاجه شوفي اولادك محتاجين ايه، بيتك محتاج ايه. ده اللي انا قلته لجوزي. راح جوزي قال لي لا، فلوسك لنفسك، ولادي انا اجيب لهم اللي هم عايزينه، مفيش جنيه من اللي انت خدتيه من اليوتيوب يخش البيت. اي طلبات انا بجيبها الدنيا ماشيه زي ما هي، انا اللي بجيب الطلبات وانا اللي بجيب كل حاجه في البيت، انت فلوسك دي لنفسك، تحطيها بقى في البوسطه، تزودي على الذهب اللي معاكي، تجيب اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه تي، لكن ما تحطيش حاجه في البيت. فانا قلت له خلاص يعني ماشي خلاص يعني، والله انا كنت حابه ان انا اساعد، ولكن والله العظيم في كلام كتير 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 كنت عايزه اقوله، بس مش عارفه اقول ايه ومتوتره. بس عايزه اقول يعني ده فضل ربنا عليا بجد، والله العظيم ده فضل ربنا عليا. انا كنت كان نفسي انجح وخلاص يعني،
عمري ما اشتغلت، عمري ما عملت حاجه، بس كان نفسي انجح في القناه يعني، كان نفسي انجح وخلاص، كان نفسي اعمل اي حاجه واطلع وانجح فيها. واول ما عملت القناه يعني، اول ما عملت القناه خالص كان في ناس كتير قوي قوي بتهاجمني وبتقعد تقول لي ايه ده اللي انت عاملاه ده، انت عندك وقت فاضي، انت مش هتنجحي. وكان في ناس بتتريق عليا، اقرب الناس ليا كانوا بيتريقوا عليا، كانوا بيقولوا ما مش ملهاش لازمه، بتضيع وقتك على الفاضي. انا بقى بشويه الفلوس القليلين دول، هما مش حاجه والله العظيم، مش كتير خالص، بس يعني انا يعني ثبتت نفسي وثبتت لهم ان انا هنجح، ولسه عندي بقى امل يعني، امل كده وحسن ظني في الله ان انا قناتي هتكبر اكتر من كده يعني. حاسه احساس كده بيجيلي كده ان انا ان شاء الله ان شاء الله قناتي هتنجح. بس يعني انا اسفه طبعا، بس والله العظيم دي لو دموع هتبقى دموع فرحه ودموع لكل حد قال لي انت مش هتنجحي، انا نجحت حتى لو المبلغ صغير مش مشكله، ده مجهود تعبي، بس انا نجحت. نجحت رغم ان كان في ناس بتحبطني كتير كتير جدا، اقول لك اكتر الناس اقرب الناس ليكي بيحبطوك، ايه اللي انت بتعمليه؟ والله العظيم اقسم بالله ان انا قرايبي اقرب ناس ليكي كانوا بيتريقوا عليا، ووش الوش كده وعيني عينك كانوا بيتريقوا عليا، ايه اللي انت بتعمليه ده هبل، بصي بتتكلم ازاي، بصي بتقول ايه. عادي الناس حبتني والحمد لله، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد على اللي انا وصلت له ولسه هوصل له بيكو وقبل اي حد. ربنا ربنا يعني الارزاق دي بتاعت ربنا، ربنا اللي بيفرق الارزاق، وده رزق من عند ربنا، فمحدش يعني ايه يقول بصوا كاني وماني والكلام ده. تمام، انا مش حابه انكد عليكم، انتوا خدتوا ان نوجه بتضحك وبتهزر وبتعمل، بس انا حبيت اوصل رساله ويعني رسالة قوية جدا لأي حد استهزأ بيا أو لأي حد قال لي مش هتنجحي. لأ أنا نجحت، نجحت وتحديت نفسي، وإن شاء الله هنجح أكبر من كده، وإن شاء الله بفضل الله، بفضل الله، حسن ظني في الله، قناتي هتبقى من القنوات الكبيرة بإذن الله، مش بأي حد، عشان أنا بقول يا رب. وكنت داخله تحدي مع نفسي، ما كنتش أعرف أقسم بالله وحياة عيالي الأربعة، أنا ما كنت أعرف إن اليوتيوب بيكسل، اقسم بالله ما كنت اعرف ان بيدي فلوس، وفتحت قناه كده ان انا بضيع وقتي فيها، وان انا اصلا بحب التصوير، واقرب الناس ليا عارفين ان انا بحب التصوير جدا وبحب اصور اي حاجه، وحتى لو عملت اكل بصوره، حتى ما كنتش فاتحه اليوتيوب وكنت بصور. فانا قلت ليه ما اصورش وانزل ونفيد بعض للصحبه الحلوه وصاحب ناس والناس تصاحبني كده، بما ان جوزي ما بينزلنيش وما بيطلعنيش وكده، فهي جت معايا كده. ليه؟ تدابير ربنا، تدابير ربنا، عشان احنا نيتنا صافيه، تدابير ربنا، وعشان احنا كويسين من جوه، فربنا بيعوضنا خير، بس كده. فمحدش يبص في رزق حد، ومحدش يقول مش معنى، واللي اتريقوا عليا دلوقتي بيتمنوا يبقوا زيي، والله العظيم لو تعرفي تعملي زيي هتعملي، انت ما تتريقيش عليا، انا ما بعملش حاجه وحشه، انا بطلع اللي انا بقدر عليه بفيد الناس بيه، وبنطلع نهزر انا وعيالي وبنفرح مع بعض، والقناه قائمه على كده بس مش اكتر. فانا بحب اشكركم لاخر مره، وانا تحت امركم يعني، اي حد حابب يسالني اي حاجه بخصوص القبض بتاع اليوتيوب، او يعني لو انتوا حابين تسالوني عن القبض، او يعني عن دي ده جال ازاي الوصل يعني والكلام ده، ده او ده، انا تحت امركم، هقول لكم على كل حاجه. يا بنات اليوتيوب بيكسب، حابه تشتغلي من بيتك بما يرضي الله، ما تعمليش يعني حاجه فوق طاقتك، اعملي صوري روتينات، اعملي اكل، اعملي شرب، هتقولي اليوتيوب كله على كده، ممكن يكون انت حظك احسن مني وقناتك تكبر، والقنوات الصغيره ما تيأسوش، ربنا ان شاء الله هيعوضكم خير، اتعبوا بس شويه والله ربنا هيديكوا يعني. بس ده كان اخر الفيديو، وانا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، حبيتكم تفرحوا معايا،
ويا رب نستمر كده مع بعض. واخر الفيديو بقى فرحيني بلايك وكلمة حلوة في الكومنتات، وما تنسيش تشيري الفيديو مع اصحابك على الواتس والفيس عشان يتشجعوا. لو حابة تشتغل من بيتها يبقى انت اديتيها نبذة كده وامل، وربنا يا رب يرزقكم كلكم الفرحة اللي انا فيها، ويكرمكم يا رب اول قبض لليوتيوب، ونفسنا بقى نوصل للمئة الف سبسكرايب. يا دي الفرحة الكبيرة بقى، الحفلة الكبيرة، وناخد الدرع ووريه لكم ووريه لاي حد اتريق عليا. ان شاء الله هوصل بفضل الله ثم فضلكم. كان معاكم نوجة، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.